صباح الخير، اهلا بك. مرحبا. اسم لسه الوظيفه؟ نجيب بن مفتاح، المدير الجهوي هيئه الفرعيه سفاقسني. سير العمليه الانتخابيه ان شاء الله سير العمليه تم بشكل عادي. منذ الصباح كنا نتابع في العمليه من قاعه العمليات الجهويه، وحاليا نحن بصدد المتابعه والقيام بعملنا في احسن ظروف بتاعكم، ولو صباح بعين عبر اذاعه سفاقس، لقبولكم، قبول جميع المراقبين، قبول جميع الصحفيين في المراكز الاقتراع بتاعنا، والتصوير والعمل بحريه. اذا ثم اي اشكال احنا على ذمتهم. ما يجب حتى واحد من المنصه. مرحبا بكم، احنا توا في قاعه عمليات، وقبلتكم بشكل اللي نجم نحبكم به، لانه غاديك قاعدين ياخذوا في اتصلوا بالمراكز ديما في كل وقت، دونك ما نجموش نقربوكم توا في الليل. مرحبا بكم، والمره اللي فاتت دخلتوا، مرحبا بكم. بالنسبه لسفيقس 2، عدد مراكز الاقتراع، عدد المراسمين ومسجلين، المسجلين عندنا في كامل الدائره 412250. بالنسبه للدوائر عندنا 6 دوائر، اللي هي سفاقس تعرفوها، سفاقس المدينه، سفاقس الغربيه، سفاقس الجنوبيه، تينا، عقارب، صغيره، محرس، غريبه، نفس الدائره. قداش من مترشح؟ مترشح كل دائره فيها زوج بمعدل 12، لان الدائره الصغيره الغريبه زاد فيها 2. سيد نجيب، هل تم تسجيل خروقات من اي من او تجاوزات؟ والله الحقيقه الخروقات ما لاحظناش، لكن توا عندنا السيرفيس جريديك في الاداره هو اللي يقوم بمعاينه الخروقات، ولحد الان ما عنديش معلومه، لكن اذا كان ثم معلومه توفيدكم بها في اقرب وقت نجم تتصلوا برئيس الهيئه، زاد نجم يفيدكم. بالنسبه لنسبه الاقبال، نسبه الاقبال لحد الان ان شاء الله احنا نتامل ترتفع حاليا، يعني حاليا اعلن عليها السيد رئيس الهيئه على مستوى اربع، على مستوى اربع، على مستوى الجهه، وراه حصلوا حتى زملاء نتاعنا في ولايات اخرين حصلوا على النسب تقريبيه، يعني مهمه برشا للشباب. المهم برشا اللي شاف فيه، انا ما عندنا منخبيه، ما دام السيد رئيس الهيئه اعلن النتائج نقولوا في حدود 61% تقريبا، 1.6% الى حدود منتصف النهار، ما حدود العاشره صباحا، حدود العاشره صباحا. والله كاتيجوري دياج ما عنديش الحقيقه، لان الستاتستيك نرفع فيها اليا للهيئه المركزيه، دونك هي اللي مش تخرج الستاتستيك. المكاتب معناها ما عندهاش اشكاليه، غيابات، عندنا بعض الغيابات في وعاود تم تعويضها في الحين في رؤوس المكاتب، ثم لظروف صحيه الاكثريه، ثم 6 حالات. قدر تربي تشد الصناديق توصل ان شاء الله، احنا نتعاملوا مع 6:30 7 ان شاء الله، ان شاء الله عاملين عندنا سيركوي رابيد ان شاء الله، هو يقوم به في احسن حتى دول. عمليه الفرز باش تكون سريعه على خاطر ما فماش برشا. لا، هي عمليه الفرز في كيف الدوره الاولى والدوره، لانه نفس عدد الصناديق، نفس المحاضر، نفس المكاتب الاقتراع، دونك مش تم بشكل عادي. ما هو ينجم يكون نربحوا شويه وقت، مش حاجه كبيره، ما نسوي حسب قراءتي، ولو اني معناتها ما نجمش نزل في هذايا، لكن مش يكون نفسها، لانه على اساس يقوموا نفسهم والمركز، احنا ما عندناش يكون ترشح من الدوره الاولى. نجيب، منظمه عتيد بصفاقس كانت لاحظت فما تاخير في فتح بعض مراكز الاقتراع في صفاقس 1 وصفاقس 2، زاد كيف تاخير في تعليق بعض القائمات في بعض المراكز، مش المراكز الكل، ما عرفش عندكم معلومه. والله عندي معلومه، عندنا مركز الحقيقه ما تعلقش فيه، تعلق فيه مؤخر شويه صحيح، وبسبب انه رئيس المركز ما تفطنش وتم تدارك الوضع في وقت وجيز، ما تفطنش للصندوق اللي فيه قائمه اللي تتعلق لبرا، مش ما نحكيوش على السجل اللي داخل مركز الاختراع. والمواطن اللي هنا نجم يتبع 195 دياز، معناتها يتبع وين مسجل وكذا، لكن رئيس المكتب، ثم مكتب عندنا وحيد الحقيقه، ما تفطنش رئيس المركز للقائمه اللي موجوده عنده في الكرتون بتاعه فقط. الحقيقه ما عنديش مراكز فتحت مؤخر، ما عنديش علم، وقاعد نتبع فيهم من 6:30 7 4 في البريزونس، ونحصل في رؤساء المراكز اللي التحقوا باش ما ثم مكاتب صحيح، فما عوان اعضاء مكاتب مش رؤساء مراكز، مش صحيح، اما لاسباب صحيه الاكثريه وتدارك الوضع وعوض ذهما، فمش والامور عاديه على مستوى محيط مراكز الاقتراع بكامل دوائركم. لحد الان ما عنديش معلومه الحقيقه، ما نجمش نفيدكم بها، اما اللي على بالي به ما عنديش حتى فكره انه صارت تقرقات. لا لا، بس لا بس لحد الان.